السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم الكيلاني، مكملين مع بعض في كورس أساسيات الأوتوكاد للناطقين باللغة العربية. خدنا أمر لاين وخدنا أمر سيركل، وفي الوسط بنستخدم بعض الأوامر، بس كل أمر إن شاء الله نشرحه لوحده. معانا مجموعة من الرسومات زي ما انتوا شايفين لأمر سيركل، مجموعة من الأفكار. بحب أتكلم أوي عن التراث الإسلامي. التراث الإسلامي هتلاقي فيه كتب كتير أوي في الموضوع ده. أنا مش متخصص في المجال ده، ولكن على دراية بالموضوع. هنبتدي نشوف بعض الرسم. لو أنت ده شغلك وده مجالك، اتعلم، هتستفيد، هتعرف أنت بتعمل إيه. ده بعد التطبيقات: مصلية، زخارف إسلامية، بعد الأشكال الهندسية اللي بتستخدم في مجال الطباعة، مجال الراوتر، مجال الليزر. هنبتدي مع الرسمة دي. أنا عملت كنترول سي، مسخت الصورة عشان أبتدي أشتغل عليها. القرص ده بيشتغل أفقي ورأسي. ابتدي افكر، انا مش راسم الرسم ده قبل كده. كل الفكرة ان احنا مع بعض بنفكر ازاي نرسم. الكورس بتاعي مش فكرة ان انت تعرف يعني سي سيركل وال لاين، الفكرة كلها ان احنا عايزين ناس تبتدي تتعلم وتشتغل وتفتح بيوت. تعال نفكر، الرسمة دي عبارة عن دايرة، ودي دايرة تانية، النص مركزها هنا، دايرة اهي سين نص القطر 3 سي انتر. نرسم دايرة من هنا لهنا. نستخدم أمر جديد النهاردة مع بعض برضو، أمر كوبي. عايز أعمل كوبي للرسمة دي، للدايرة دي. سي او يعني كوبي، سي او يعني كوبي، سي او يعني كوبي. سيلكت، ابتدي اختار الاوبجكت اللي انا عايز اعمل له كوبي. عملته، ابتدي اخد النقطة اللي انا عايز اعمل من عليها كوبي. بعلم على النقطة التانية، بعد كده بيكون الامر الكوبي معايا. بس هي دي كل الفكرة، ان في قطع هنا. القطع ده تي ار ام، انتر، بعدين انتر. النص اللي فوق مفيش اي حاجة. مش عايز دي، انا عايز بعد كده في هاتش، عشان بس اظلل الشكل زي ما انا عايز. هاتش سوليد، هاتش نوع سوليد. اختار اللون اي ان كان اللون، انتر. هاتش اتش يعني هاتش. اغير اللون اللي تحت، انتر. ممكن ازود على الشكل، اعمل ميرور ام اي يعني ميرور، ام اي يعني ميرور، انتر، هاتش. بقى شكل تاني زي ما انتو شايفين. كل الفكرة انت عايز تعملها تقدر تعمله. موضوع سهل وبسيط. الموضوع عبارة عن فكرة. هدخل على الرسمة التانية دي، كنترول سي، امسح الصورة. هقفل بس عشان الجهاز يبقى سريع شوية معايا. ده بعض الأشكال كنت أنا بفكر إحنا نعملها، نعملها مع بعض إن شاء الله. الفكرة بسيطة.
كنترول في أربع دوائر، أنا أقسم على 90 درجة، 5 انتر مسطرة يعني السيركل لسه شغالة معايا، ده الشكل بتاعي اللي في النص ده. فكرة بسيطة، كوبي تي او يعني كوبي، تي ار يعني تريم، تي ار انتر انتر، خرجت من الشكل ده الشكل اللي جوه، هاتش اتش يعني هاتش سوليد، اختار اي لون انتر، عملت يعتبر وردة. الرسمة اللي بعدها رسمنا دي ودي، ويعتبر كنا لسه راسمين دي بالظبط. نشوف الرسمة دي، كنترول سي، كنترول في، نفس الدايرة، تالت اهي نفس الدايرة معانا، بس عايزين نعمل لها كوبي، سي او انتر، كوبي انتر، تعالي لفوق شيفت، عشان لو انا عايز اقفل القرص بضغط على شيفت او اقفله من تحت، في دايرة سي انتر، بعدين عندي مثلث من هنا، هنا اكس ال انتر، خط ممتد الى ما لا نهاية، ديليت اكس ال انتر، واحد زيه فوق، لاين من هنا، لاين تي ار انتر انتر، هو ده الشكل اللي قدامنا، قد يكون الشكل نعمل له كوبي كده، تي او انتر من النقطة دي للنقطة دي، تي او انتر، زي ما انتوا شايفين عملنا شكل جديد خالص خالص خالص. ممكن اجي اروح اعمل لي دي كوبي، واروح حاططها وليكن هنا، كانت عايزة تتظبط شوية، كوبي اس سي انتر، ما فيش تارجت عندي معين يعني ان انا برسم رسمة معينة، بس بمرن ايدك وبشغل فكرك، كوبي وليكن، عشان نظبطها قوي ممكن نعمل كده،
اسلكت، وبع الشيفت عشان اشيل الحاجة اللي انا مش عايزها، اعمل عليها سلكت، اعمل موف من النقطة دي، بقت في النص كده زي ما انتوا شايفين. ممكن بقى اكررها كده عادي في الاماكن التانية، تي او انتر، اختار اي نقطة، ممكن اعمل كوبي من هنا عادي. ممكن اعمل كوبي لدول كلهم، كوبي من النقطة دي للنقطة دي، الرسم هو إلا عبارة عن فكر. شوف رسمة زي دي، فولسي انتر، ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تقريبا، يعني 360 على 8 فيها 45 درجة. ارسم دايرة 30 نص القطر بتاعها، شغل البولر على 45، هعمل اكس ال لاين، ده كده 45، ده كده 45، ده كده 90. ارسم بقى من هنا سيركل سي انتر، مسطرة عشان أكرر الأمر، مسطرة كمان أكرر الأمر، ممكن الموضوع الرسمة نفسها تبان إن هي معقدة قدامك، ممكن ديت بس لوحدها تبقى رسمة أصلا، أنا مش عايز الخطوط دي خلاص. دي في حد ذاتها ممكن تبقى رسم. ممكن نعمل ايه بقى، تي ار انتر انتر، بخترع معاك يعني، مش في دماغنا، تي ار انتر انتر، تي ار انتر انتر، لو هتلاحظ بقى في عندنا وردة كبيرة اهي، في وردة صغيرة نمسح ده، في وردة كمان اهي، امسح ده اصلا خالص كده، وردة جوه وردة، زي ما انتو شايفين. ممكن نروح عاملين كوبي سي او انتر من النقطة دي، وتكررها مع بعضها بقى تراث إسلامي جديد. دريت أنا في الأول كنت عايز
أمسح ده الوردة اللي في النص دي، كده انا عملت شكل تاني جديد خالص. الموضوع عبارة عن لعبة لا اكتر ولا اقل. كان في رسمة تانية، مثلا رسمة زي دي عبارة عن سيركل وسيركل أنا بكرر نفس الشكل. في رسمة زي دي فكرتها عبارة عن مستطيل ده، تمام، وده جاي من مستطيل متقطع من هنا على زاوية 90 درجة. دي فكرة ممكن انت تجربها وأشرحها برضو إن شاء الله. في نفس الوقت انا عملت بيها فكرة تانية خالص، الرسمة زي ما انتوا شايفين. الموضوع كله عبارة عن مسح وخط لا اكتر ولا اقل. فكرة ان انت لازم تتعلم تشغل دماغك بس. يا رب تكونوا استفدتوا وتفكروا ازاي تعملوا رسم بسيط زي كده، تطلع منه حاجة تشتغل بزخارف إسلامية. ممكن بكل بساطة تكتب كده بس زخارف إسلامية وعربية، تدخل على الصور وتفكر، تاخد الصورة وتفكر الصورة دي اتعملت ازاي، اتبنت بناء على ايه. تلاقي الموضوع سهل جدا جدا جدا. الموضوع ما هو إلا عبارة عن خطوط، تشوف التطبيقات بتاعتها. موضوع عبارة عن فكر، يعني رسمة زي دي سهلة جدا. نجمة داخلة في نجمة، نجمة داخلة في نجمة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية بفكر إن احنا نشتغل مع الناس اللي بيشتغلوا في مجال الشيت ميتال. استنبط الصاج عبارة عن خطوط ودوائر، تطبيق من التطبيقات بتاعتنا. بعد كده ممكن نتكلم عن النستنج، ازاي تعمل نستنج بالأوتوكاد. وشكرا، أسألكم صالح الدعاء.